اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في استديو خبريه، معي انا عزام لبيت في هذه الجوله وهذه الحلقه اخبار البلد. اولى المحطات نروح نشوف اخبارنا هاليوم. مشاهدينا، العنوان الاول معنا لهذا اليوم هو عن جامعه نايف للعلوم الامنيه، حيث انها تنظم ملتقى عن دور الجامعات في الوقايه من الارهاب، ومعنا للتعليق على هذا العنوان اللواء الدكتور علي الجحني وكيل جامعه نايف للشؤون الاكاديميه. حياك الله دكتور. دكتور حياك الله. طيب يبدو ان في مشكله مع الاتصال مع الدكتور علي الجحني، راح نناقش في هذا العنوان حتى يجهز الاتصال دور الجامعات الحكومية والأهلية في السعودية في مكافحة الإرهاب، وأكيد عملية التأكيد على أن المواطن وعلى أن الشعب السعودي هو شعب واعي، ولكن يجب تكثيف التوعية بالذات من الجامعات، حيث أنها هي المنشآت الأكاديمية التي يتبع لها العديد من الطلاب والطالبات، لهم دور كبير جدا جامعة نايف للعلوم الأمنية من خلال هذا الملتقى. فيعني نتكلم عن في هذا الملتقى تحديدا يتكلمون عن دور الجامعات في الوقاية من الإرهاب، وهو عنوان مهم جدا، لأننا مثل ما ذكرت الطلاب والطالبات عدد كبير جدا منهم في جامعاتنا الحكومية، نتكلم عن دور الجامعات في صقل الطلاب والطالبات وفي عملية تحفيزهم، والوقاية حقيقة الوقاية دائما هي خير من العلاج، فالوقاية وتحفيز الطلاب والطالبات على الوقاية من خطر الإرهاب، هذه الآفة الخطيرة جدا اللي تصدت لها حكومتنا الرشيدة بشكل كبير جدا، ولكن تبقى هناك يعني لحظة يجب أن نقف فيها ونشاهد هذا الموقف. الموقف هو ليس فقط موقف رجال الأمن، ونحن نؤكد على أن دور رجال الأمن مهم جدا، ولكن دور الجامعات هو الوقاية، ودائما يقولون بأن الوقاية خير من العلاج. فنحن متفائلون حقيقة من خلال هذا الملتقى الذي تقيمه جامعة نايف للعلوم الأمنية، لأن هذا الملتقى سيتحدث مش فقط عن كيفية مكافحة الإرهاب أو كيفية الوقاية من خطر الإرهاب، لا، راح يتكلم عن عنوان أهم بكثير وهو دور الجامعات السعودية في مكافحة الإرهاب. طبعا مشاهدينا الأعزاء، اللواء علي الجحني الدكتور علي الجحني هو طبعا اللواء الدكتور حتى الآن لم يجهز لهذه اللحظة، ولكن يعني نظل نناقش هذه الآفة الخطيرة وهي الإرهاب، ونناقش كذلك جهود رجال الأمن، ونناقش جهود الرجال الأكاديميين، رجالات هذه الدولة الكريمة الأكاديميين. الجامعات لها دور كبير جدا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. نروح مشاهدينا على بال ما يجهز الدكتور علي الجحني وكيل جامعة نايف للشؤون الأكاديمية، خلنا نروح للخبر اللي بعده وبعد كذا نرجع مرة ثانية مع الاتصال. المجلس الصحي في العنوان الثاني يوقف اعتماد مجمع طبي ومستشفى عن العمل في التأمين الصحي. معنا ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي للتعليق على هذا العنوان وتقديم المزيد من التفاصيل. حياك الله أستاذي. يا هلا وسهلا ويعطيكم العافية لتحت الفرصة. حياك الله. التعريف ورفع مستوى الوعي بسوق التأمين الصحي. يا أهلا وسهلا. يعني أستاذ ياسر، إذا جينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الآن العنوان يقول بأنه تم إيقاف اعتماد مجمع طبي ومستشفى، يعني نتحدث عن منشأتين صحيتين تم إيقاف التعامل معهم، ما هي الأسباب بداية؟ طبعا بس للتوضيح، اللي هو إيقاف اعتماد وليس إيقاف النهاية. أوكي، إيقاف اعتماد. الاعتماد لأنه أي مستشفى يرغب في تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نطاق التأمين الصحي يجب أن يكون تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني. حتى يكون تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني يجب أن يلتزم بالكثير من المعايير الفنية التي نضمن من خلالها تقديم خدمات تأمين صحي جيدة. جيد. أما ما يخص سؤالك عن أسباب الإيقاف فهي يعني متعددة، من بينها مثلا عدم تقديم الخدمات الرعاية الصحية بشكل مطلوب، من ضمنها بعض المطالبات المالية تكون غير صحيحة، بعض طلبات العلاج تكون غير دقيقة، وبالتالي تم إيقاف اعتمادهم فقط. طبعا لما يتم إيقاف اعتمادهم يعني ما عاد يقدمون خدمات المهمة لهم للخاضعين لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولكن جيد. ملزمين برغم إيقاف الاعتماد بتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية للمنومين لديهم أو من صدرت لهم موافقات علاج سابقة قبل صدور القرار. جيد. يعني إحنا نحرص من هذا القرار إلى ضبط
إيقاع عمل سلطة التأمين الصحي ورفع مستوى جودة الخدمة، الحد من أي تلاعب قد يضر بحقوق الضمان لهم. جميل. أستاذ ياسر، يعني يبقى السؤال الأهم، أنتم في مجلس الضمان الصحي تقومون بمجهودات يعني حقيقة نحن نذكرها ونشكرها يعني على الهواء وتحت الهواء، ولكن يبقى السؤال الأهم، يعني أنا كيف أوصل لكم كمواطن إذا لاحظت يعني بعض الشبهات في التعامل في التأمين الصحي، إذا كانت المطالبة أعلى من المطالبة الحقيقية، إذا كانت عدة أمور، نتكلم عن مواطن أو حتى مقيم مؤمن عليه صحيا وذهب إلى أحد المنشآت الصحية أو المستشفيات وقاموا بعلاجه ولكن تفاجأ أنه في بعض الشبهات، كيف يتواصل معكم هذا المواطن أو المقيم؟ أشكرك على هذا السؤال اللي يتيح لي الفرصة بالتعريف بقنوات الاتصال بالمجلس. قبل التعريف بقنوات الاتصال أحب أوضح حاجة، أنه نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف إلزامية التأمين على جميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم سعوديين وغير سعوديين، بمعنى أي شخص يعمل في القطاع الخاص التأمين الصحي إجباري ملزم صاحب العمل بتوفير التأمين. من يشمل الأفراد أسرة العامل؟ إحنا لما نقول أفراد الأسرة العامل نقصد فيها الزوجة أو الزوجات، سواء عند زوجتين أو ثلاثة أو أربع، البنات حتى الزواج، والذكور حتى سن 25. فيما يخص إذا مثلا صاحب العمل رفض يوفر التأمين لأحد أفراد الأسرة العامل أو حتى العامل أو شركة التأمين رفضت تغطية خدمة صحية منصوص عليها بالنظام أو حتى المستشفى أخل بواجبات تجاه المؤمن له، فأنا أناشد جميع المؤمن لهم والبالغ عددهم تقريبا فوق 11,800,000 مؤمن له بأنه ما يتردد بالاتصال بأحد قنوات المجلس اللي هي الهاتف الموحد رقم 923-1177 923-1177 بالإضافة الى تطبيق الاندرويد والايفون على الاب ستور. هناك تطبيق ذكي يستطيع من خلال المؤمن له هو جالس في المستشفى وعند شركه التامين يقدم على طول الشكوى. جميل. يذكر فيها تفاصيله ويتم التواصل معه. بالاضافه اناشد جميع المؤمن لهم والعاملين في قطاع التامين الصحي متابعه حساب المجلس خصوصا تويتر اللي يقدم حزمه من جرعات التوعيه الصحيه وايضا يعزز حقوق التعريف بحقوق المؤمن له. جميل. استاذ ياسر شكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمتها وكذلك شاكر لك التعليق، يعطيك العافيه وشكرا جزيلا. نرجع مشاهدين للعنوان الاول اللي هو حقيقه انا اعتبره يعني هو العنوان الاهم في هذا الاسبوع كامل، يعني نتكلم عن دور الجامعات في الوقايه من الارهاب وهذا الملتقى تنظم جامعه نايف للعلوم الامنيه، ومعنا من جديد اللواء الدكتور علي الجحني وكيل جامعه نايف للشؤون الاكاديميه. حياك الله دكتور علي. دكتور علي مساء الخير. يبدو أن في مشكلة مرة ثانية مع الدكتور علي، أعتقد بأنه الشبكة لدى الدكتور علي غير جيدة. كان بودنا حقيقة نكسبك دكتور علي للحديث عن هذا العنوان المهم جدا، لكن كذا أخبار البلد انتهت مع هذا العنوان المهم. يكفي أنه إحنا وضعناه على الشاشة حتى نثبت بأنه الجامعات السعودية تقوم. نشكر جامعة نايف للعلوم الأمنية على هذا الملتقى، نتمنى بأنه هذا الملتقى يعني يخرج بأفكار تطبقها ولا تبقى حبر على ورق. مشاهدينا إلى القضية. ثقافة التأمين مشاهدينا الأعزاء وغياب الوعي التأميني لدى العديد من المؤمنين وبالذات على المركبات، نتكلم اليوم على طاولة الاستوديو الإخبارية في قضيتنا لهذا اليوم عن دور شركات التأمين وعن كيفية التعامل المثلى من قبل المؤمنين مع شركات التأمين بعد التقرير. قطاع مهما ويجب تثقيف المجتمع لاستيعابه، وذلك ما دعا نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع لجنة التأمين إلى تعريف الناس بحقوقهم في التأمين من خلال حملة اعرف حقك في تأمينك، والتي دشنها محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي، فيما يرى البعض أن هناك جزء من حقوقهم مسلوبة من قبل شركات التأمين ولا يعلمون عنها، فمن المفترض أن تقوم هذه الإعلانات التأمينية على أساس أن مشروع التأمين جزء من مسؤولية المجتمع تجاه أفراده، ومهمة كل واحد منهم دعم هذا المشروع الحيوي،
ولذلك سيتم تفعيل الحملة في أكثر من 15 سوقا وست جامعات و15 مدرسة عامة متضمنة ندوات وورش عمل ومحاضرات وفعاليات مصاحبة، كما شارك عدد من الجهات في هذه الحملة مثل الغرفة التجارية وجمعية الأطفال المعوقين وغيرهم. وتستمر الحملة لمدة شهر متزامنة مع الحملة التي تطلقها مؤسسة النقد حول التخفيضات في التأمين. وتمثل هذه الحملة فرصة قيمة لذوي الإعاقة والمهتمين بحقوق المعاقين وأسرهم لمعرفة حقوق ذوي الإعاقة العامة والخاصة في التأمين، وأيضا للمستهلكين بشكل عام، بالإضافة إلى معرض تفاعلي خاص بالأطفال. ثقافة التأمين وحملة اعرف حقك في تأمينك هو موضوعنا اليوم وقضيتنا لهذا اليوم مشاهدينا الأعزاء. مثل ما ذكرت قبل التقرير ومثل ما ذكر كذلك التقرير، أرحب بضيوفي الكرام، بداية الأستاذ عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين. أستاذ عادل مساء الخير. مرحبا، حياكم الله جميعا، حيا الله أستاذ المشاهدين جميعا. حياك الله. أستاذ محمد الدوسري كذلك مدير تأمين لفات في شركة وفاء للتأمين، حياك الله. الله يحييك يا أهلا وسهلا. وطبعا مشاهدينا الاعزاء من الدمام الاستاذ عبد الرحمن السماري مدير العلاقات في شركه ولاء للتامين. استاذ عبد الرحمن مساء الخير. يبدو انه مش جاهز، راح يجهزوه الشباب ويعطونا خبر. هذا يعني انبسط الاستاذ عادل يعني لانه هو يبي الفرصه. لا بالعكس. استاذ عادل احنا يشرفنا حضورك حقيقه. كذلك استاذ محمد، يعني نتكلم اليوم عن التامين، نتكلم اليوم عن التوعيه في التامين، كيفيه التعامل بين المؤمن على مركبته وشركات التأمين. يعني في كثير من الحقوق حقيقة لا يعرفها المؤمن، وشركات التأمين عليها دور كبير جدا بأنها توعي، ولكن دور التوعية من شركات التأمين نتكلم بصراحة شوي ضعيف. صح. للوصول للمواطن، للحديث مع المواطن، يعني في كثير جوانب ما يعرفها المؤمن على مركبته سواء كان مواطن أو مقيم، مش جانب أو اثنين، والله كثير. يعني حتى أنا قبل الحلقة سألت أكثر من سؤال لعدة أشخاص عاديين فذكروا بأنه أنا أعطيتهم بعض الحقائق فقالوا والله ما نعرف عنها نهائيا. فأستاذ عادل، يعني بداية خلنا نأخذها بشكل عام، دور التوعية في ما يتعلق بالتأمين، هل هو دور شركات التأمين ولا دور مؤسسة، دور مين؟ طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة الكلام اللي قلته يعني أنا أتفق معه تماما، ما في شك صراحة فيه قصور في حملات توعية من قبلنا، من قبل شركات التأمين. الحقيقة يعني اللي حصل يمكن الفترة الماضية يعني حاولنا نتواصل مع الجمهور بس ما كان فيه حملات توعوية مخطط لها أو مكثفة. اللي صار مؤخرا بدينا الآن سوينا حساب على تويتر اللي هو سعودي إنشورنس، وبنفس الوقت قاعد نحط خطط الآن للتوعية دعم كامل. نعم، لإطلاق حملات توعوية متزامنة مع الحملة اللي الآن مع جامعة الملك سعود اللي هي أعرف حقك، تأمينك أعرف حقك، وفي أيضا مع حملة أو الخصومات اللي مستحقين الخصومات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات. الدور هو دور مشترك بالتأكيد. أكيد. هو دور شركات تأمين أيضا. حنا كلجنة، حنا عندنا لجنة توعية والتدريب أيضا. هذه دور اللجنة مثل ما قلت صحيح. يعني حنا أول يمكن بدينا في الحوار وبدينا في النقاش وبدينا نطلع في لقاءات تلفزيونية وتكلمنا وفندنا وردينا، بس الآن حنا راح ننتقل لمرحلة ثانية. هذا كان مرحلة أولى مدة تقريبا هذا كانت شراكة مع جامعة الملك سعود. الآن هذه جامعة الملك سعود هذه إحدى المبادرات. أيضا حنا كلجنة توعية وتدريب في عندنا خطط إن شاء الله على مدى عام كامل لإطلاق بعض الحملات التوعوية. الحقيقة هي أنا ما أبغى أربطها تماما في تأمين المركبات، تأمين المركبات يمكن أحد أهم المنتجات، لكن هو الحقيقة الموضوع أكبر من تأمين المركبات. أيضا في تأمينات أخرى، التأمين الصحي قد يكون يمكن مجلس الصحي قائم بدور كبير جدا في هذا المجال، لكن في تأمينات أخرى أيضا نبغى نتكلم عنها. الحقيقة احنا يمكن سوينا بحث، بس يعني عشان اختم اللي اقوله، احنا سوينا بحث في عام 2014 على عينة كبيرة جدا من الناس وعلى مستوى عدة مدن في المملكة. لقينا يمكن اصعب شيء او اكبر عائق هي انه ان الناس ما تفهم التأمين، وش يعني التأمين اصلا هو بطبيعته صعب صراحة، حتى اللي يشتغلون في التأمين. ف
فما بالك على اللي ما يعرف التأمين وش هو تأمين صعب. أيضا طبعا في أشياء أخرى أكيد، بس حنا لقينا هذه يمكن أبرز نقطة راح أركز عليها، كيف نسهل التأمين بحيث يوصل للجمهور. في عدة طرق الآن عندنا حنا قاعدين نتكلم فيها، راح نحاول نبدأ بحملات توعوية لتوعية الناس بحقوقهم في المرحلة الأولى، وبعدها بالواجبات اللي عليهم. أنا راح أعتبر الحلقة هذه معك أستاذ عادل وكأنها إحدى الحملات أو إحدى المبادرات، لكن اسمح لي أسأل أستاذ محمد. أستاذ محمد، دور شركات التأمين، شركات التأمين تحديدا وأنت يعني في هذا المجال لك فترة، دورهم في توعية المؤمن أو المواطن أو المقيم اللي راح يزور شركة التأمين لكي يؤمن على مركبته تحديدا، يعني احنا نتكلم عن هذه النوعية من التأمين وأي نوع آخر، ولكن هل على الشركة أعتق أنها توضح للشخص اللي يرغب في التأمين كيفية التعامل معه، إذا كان أراد أن يلغي في وقت معين كيف راح تصير عليه الرسوم وما إلى ذلك، يعني أشياء كثيرة لازم الواحد يوضح له. هل يوضحون شركات التأمين الكلام هذا للمواطن؟ نعم صحيح، يوضحون له المفروض شركات التأمين المفروض لا هو يوضحون جميع طيب. النقاط التي تتعلق بالتأمين، هذا طبعا ثقافة على مستوى الشركة. نتكلم على مستوى الشركات، كل شركة بتثقف عملائها، لكن يمكن الحملة هذه تختلف بأنها شيء شامل عام لأفراد المجتمع كامل. تعريفهم بمنتجات التأمين، تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، تعريفهم بكيفية طلب التأمين، قراءة شروط وأحكام وثيقة التأمين، أشياء كثيرة. على مستوى الشركات طبيعي أنها تثقف عملائها، هذا واجب هنا خلال وقت طلب التأمين أو بعد البيع أو مجرد استفسار أو اتصال على الدعم في نفس الشركة. فمن واجبهم أنهم يثقفون العميل ويجاوبون على استفساراته ويطلعون على جميع الأشياء التي تتعلق بإصدار وثيقة. جميل. أستاذ عادل، يعني فيه نقطة منتشرة أنا بودي أنه إحنا نكسب وجودكم معنا اليوم، في نقطة منتشرة تتكلم عن أنه التأمين عندنا في المملكة على المركبات لمدة سنة، الوثيقة هي سنوية صح ولا ما في عندنا الأشهر هذه، في يعني عدة دول لديها النظام الشهري ولكن إحنا النظام السنوي. يقول هذا يعني هذه الفكرة تقول بأنه الشخص يستطيع أن يلغي تأمينه متى ما أراد مع الشركة بعد 4-5 شهور، ويستطيع أن يطالب الشركة ببقية المبالغ. صحيح صحيح؟ صحيح طبعا. هذا تدري أنه ما حد يعرفها. أنا هذه قلتها وأنا جاي في الطريق والله العظيم، يعني اتصلت على أحد الزملاء وكان مأمن، أنا اتذكرت أنه مأمن قبل أسبوع وكلمته وقلت له، قلت إذا ما عجبتك شركة التأمين تدري أنك تقدر تسوي كذا وكذا وكذا، قال له والله ما أدري. هو يعني أتفق معك أنه كثير يجهلون بهذا الأمر، وأيضا كثير من الناس يجهلون آلية التنفيذ الحقيقة، يعني أو كيف يعرف كم نسبة الخصم. الحقيقة الموضوع سهل جدا، هو موضوع موجود على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، فيه الوثيقة الموحدة تأمين المركبات، فيها جدول للإلغاء بعدد الأيام، كل كم يوم يعني كل عدد من الأيام تستخدمه كم يستحق لك ريفوند أو رجوع من القسط، بالأشهر بالأسابيع. الحقيقة الموضوع سهل جدا، أنت من حق أي شخص يلغي تأمينه، من حقه أنه يلغي تأمينه ومن حقه يسترد باقي القسط حسب الجدول المرفق في وثيقة التأمين الموحدة يعني المركبات على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي. خلنا رحب بالأستاذ عبد الرحمن السماري مدير العلاقات في شركة ولاء للتأمين من الدمام. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. أستاذ عزام أنت والأخوة الزملاء معك في الاستوديو، حياك الله. أستاذ عبد الرحمن، نتكلم اليوم عن التوعية فيما يتعلق ب أو نتكلم عن ثقافة التأمين بشكل عام ودور شركات التأمين في توعية المستفيد من التأمين. أنت كيف تقيم دور شركات التأمين بشكل عام، وأنا برأيك يعني بشفافية وموضوعية، كيف تقيم دورهم فيما يتعلق بتوعية المستهلك؟ والله أستاذ عزام في الحقيقة إحنا كشركات تأمين مقصرين جدا مقصرين في التوعية، من ناحيتنا، من ناحية حتى بعض المشرعين، في ناحية توعية المجتمع بحقوقهم بالأولويات حتى الوثيقة وش حدود التغطية وش الاستفادة منها، يعني أبسط الأمور في مثل ما ذكرته في حديثكم السابق في الإلغاء في بعض الأمور، للأسف الكثير يجهل حقوقه فيها. طب وهذا كيف نعالجها أستاذ عبد الرحمن؟ يعني إذا كان في قصور فيما يتعلق بتوعية المستهلك سواء كان مواطن أو مقيم، كيف ممكن نعالجها؟ هو دور مين؟ دور الشركات، دور إذا كان التأمين الصحي دور مجلس الضمان الصحي، ولا إذا كان مؤسسة النقد دور مين؟
والله كل أطراف المعادلة هم هذا دورهم، سواء كانوا من الشركات، سواء كانوا المشرعين ومؤسسة النقد أو مجلس الضمان الصحي، حتى المستهلك لازم يكون له دور أيضا. طبعا حملة أنا جزء بسيط من التوعية، لكن برضو له دور أنه لازم يبحث، لازم يسأل، يستقي المعلومة من المصادر مباشرة، بدل ما يكون من القيل والقال ومن اجتهادات غيره. صح صحيح. استاذ محمد انت وش تعليقك؟ يعني هذا الان استاذ عبد الرحمن يقول في تقصير، احنا لا ندعي، انا اؤمن بانه الكمال احنا كلنا نؤمن بأنه الكمال لوجه الله سبحانه وتعالى، ولو ما في تقصير ما احتجنا للحملات هذه بالعلن. طيب هو يعني انا اسمح لي اسالك سؤال مهم جدا، انا من المشرع لشركات التامين فيما يتعلق بالتامين المركبات تحديدا بعيدا عن التامين الصحي؟ مؤسسة النقد. هل مؤسسة النقد، وأنا أسألك هذا السؤال وأحتاج يعني إجابة شفافة، هل مؤسسة النقد تقوم بدورها التوعوي، أو على الأقل تقوم بدورها المنظم للتوعية، وتطلب من شركات التأمين أن يقومون بتوعية؟ والله شركة إكس من الشركات تتصل مؤسسة النقد، تراكم طولتوا على الناس، ما وعيتوا الناس، ما فعلتوا للناس، هل هذه النقطة صايرة من مؤسسة النقد؟ لو أنك متابع للأحداث الأخيرة في الأشهر اللي راحت، مؤسسة النقد لها دور كبير وفعال في حث شركات التأمين على أدوارها التوعوية للعملاء، وعلى تعريفات العميل، وعلى معرفة العميل حقوقه والتزاماته واشتراطاته، ولها متابعة مستمرة على شركات التأمين، وفاتحة أكثر من قناة للتواصل مع العميل مباشرة. يعني ما اكتفت أن يكون رد العميل من الشركة، لا يقدر العميل يتواصل مباشرة مع مؤسسة النقد ويعرف حقوقه والتزاماته والشروط وجميع الأشياء اللي تساعده في أنه ينهي مطالبة أو أنه يقدم طلب تأمين أو أي شيء يتعلق في التأمين. هي دورها مستمر في العملية هذه الحقيقة، فيها يعني في تنسيق حاليا على مستوى عالي جدا ما بين احنا شركات ما بيننا بين شركات تأمين ومؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق حملات توعوية كثيرة جدا إن شاء الله. طيب أستاذ عادل اسمح لي أسألك يعني السؤال الأبرز حتى نستفيد من هذه الحلقة، مثل ما ذكرتك نحول هذه الحلقة معكم مع الضيوف الكرام إلى حملة توعوية أو ورشة عمل تثقيفية، ما هي أبرز الحقوق التي تغيب عن المستهلك بحكم أنك أنت يعني قريب من هذا المجال؟ وش أبرز الحقوق؟ يعني واحدة من الحقوق اللي أنا ذكرتها لكم أنه ما يعرف إذا أوقف الوثيقة أو حاول أنه يلغي الوثيقة يستطيع أنه يسترد المبلغ المتبقي طبعا. هذه واحدة، وش أبرز الحقيقة؟ يمكن يكون أبرز الأشياء اللي أنا أشوفها دائما أو متكررة، خلينا أقول عندي هي حالتين. أولا ناس كثير ما تعرف أنها لها حق تشتكي على شركة التأمين، إحنا سيعتقد أنه هو الشكوى بس عن شركة التأمين وخلاص يوقف، بعدين يقول والله ما أخذت حقي. لا، هو فيه إجراء آخر. إذا اشتكيت شركة التأمين وما عجبك الرد أو الحل، أنت ممكن تشتكي على شركة التأمين عند مؤسسة النقد العربي السعودي اللي هي إدارة حماية العملاء، وإدارة حماية العملاء راح تأخذ الشكوى وراح تتابع وراح تشوف راح تحاول توصل إلى حل. فإذا ما حصل حل للمرضي للطرفين تحولهم لجان فصل في منازعات تأمينية. هذه حالة. فإجراء التقاضي موجودة يعني. في حالة أعمق أستاذ عادل. تدري إنه كثير من الناس ما يعرفون إن مؤسسة النقد هي الجهة المسؤولة عن شركات التأمين. أي صحيح. إنها المرور. كلام صحيح. هذا يعني واحد من الأشياء. هذه أعمق من الحالة اللي ذكرتها. نعم. هذا واحد من الأشياء. هذه موجودة. صحيح. كثير ناس يعتقد بأنه لو شركة التأمين قصرت معه يذهب إلى المرور ويحاول إنه يحل المشكلة هناك، فيتفاجأ إن المرور يقول له لا والله ما هو تبعنا، إنه فعلًا هم تبع مؤسسة النقد. يعني يمكن هذه تكون صحيحة. بس طب وش الحالة الثانية اللي كنت بتذكرها؟ الحالة الثانية أن الناس يعني هو ما في وعي أكيد بالتأمين، ومثل ما قلت هذا الموضوع ضبابي شوي، ففي خلط دائما. إحنا عندنا نواجه مشكلة ما بين شركات التأمين وشركات التمويل. يعني في ناس كثير عندها مشاكل مع شركات التمويل تعتقد أن مشكلتها مع شركة التأمين، وحنا نحاول نبين أن شركات التأمين لا ما لها علاقة، علاقة شركات التأمين هي مع شركة التمويل وليس مع العميل، فبالتالي علاقة العميل هي مع شركة التمويل فقط. يعني هذه دائما توصلنا، يعني دائما مشاكل في هذه الناحية، ونحاول نوضحها للجمهور أن في فرق بين شركات التمويل وشركات التأمين. شركات التأمين ما تتعامل مباشرة عادة مع العميل، تتعامل مع شركة التمويل. فإذا في مشكلة بين العميل وشركة التمويل
هو يستحق أو هو يستطيع أن يذهب شركة تمويل ويشتكي عليها مثل ما تكلم عن شركة التأمين، وإذا ما حصل على رد مقنع ممكن يروح إدارة حماية العملاء في مصنع الدرب السعودي ويشتكي على شركة التأمين ويحاولون يحصلون له حل يعني أو حقه يعني. هذه حالته يعني. إيه أنا أقول لك هذه يمكن أبرز شيئين متكررين صراحة أنا أشوفهم دائما الفترة الأخيرة. يعني أكيد في أشياء أخرى مثل سالفة الإلغاء هذه والفلوس المستردة، في ناس كثير ما تعرف الآلية. إحنا الحين اللي قاعد نحاول الآن نفكر فيه يعني في مبادرات كثيرة قاعد نحاول. بجيك المبادرات حتى راح نتكلم عن هذه المبادرة. لا أتكلم عن هذه، أنها راح نحاول أنها تكون آلية بحيث يكون أي إلغاء على طول يرجع الخصم، يعني ما يحتاج أنه هو يروح يطالب. جيد. قاعد نشتغل في هذه إن شاء الله. جيد. طيب أستاذ محمد، يعني نفس السؤال لك، أبرز الحالات اللي تمر عليكم وتكتشفون أن الوعي فيها شوي ضعيف؟ والله دور شركات التأمين في الوقت الحالي ومؤسسة النقد في تقدم مستمر لتوعية أفراد المجتمع، لكن يمكن الحملة هذه كان هدفها الكبير توعية أفراد المجتمع نفسه. يعني للأسف عندنا حالات ما يتم الاطلاع على الوثيقة، ما يتم التدقيق في الشروط، هل هي تتناسب له ولا ما تتناسب له. يعني لو تم الاطلاع على الشغلات هذه كان تفادينا مراحل كبيرة من الشكاوي. الآن مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين، وشركات التأمين تضع في جميع فروعها وجميع الأرفف دليل حماية العملاء، بروشور آلية تصعيد الشكوى، آلية تقديم الشكوى، يعني كلها موفرة للعملاء بس ما حد يقرأ بسهولة. لو اطلع صح، لو الشكوى وقفت عند شركة التأمين آلية تصعيد الشكوى بتدلك شلون تصعد الشكوى لمؤسسة النقد. لكن الحملة هذه كان لها دور كبير في توعية أفراد المجتمع. سيد عبد الرحمن، يعني نفس السؤال أوجهه لك، إحنا نتكلم عن الحالات اللي تمر عليكم بكثرة فيما يتعلق بغياب الوعي عنها، وإحنا ما نحط ترى غياب الوعي، معليش أنا أقولها بصراحة، لا أضع اللوم على المواطن والمقيم ولا حتى 1% حقيقة، لأنه بعض الأحيان حتى القراءة البنود تصير كثيرة وبخط صغير، ويعني يبغى له محامي، والمحامي راح يأخذ عليه 5,000 إلى 10,000 ريال عشان يطلع له على وثيقة تأمين بتكلف 1,200 في السنة. إحنا نتكلم في السنة يعني قرابة 90 ريال شهريا. أنا قاطعك بس دقيقة قبل أتكلم عن حمد الرحمن. ما عاد في سالفة خط صغير ما خط صغير، الآن الشركات ملزمة تستخدم فونت معين أو حجم خط معين أعتقد. ولا لا لا مش أنا. عادل ما خلاني أكمل. لا لا. هو نتكلم عن الوقت الحالي مؤسسة النقد قامت بالضبط. أنا ما جيتني ترى في شق ثاني. أستاذ عادل يبي يتغدى فيني قبل أتعشى. الشق الثاني من الموضوع بأنه حقيقة جهود مؤسسة النقد يعني تذكر وتشكر في الوقت الحالي، لأنه موجودة بكثافة، مؤسسة النقد متواجدة، تسمع الشكاوى بشكل سريع، تبادر تحل، موجودة يعني، والوعي موجود، الإلزام بالدليل هذا يعني صحيح. أمر جيد كذلك. لكن الآن عودة إلى السؤال أستاذ عبد الرحمن، أهم وأبرز الحالات اللي مرت عليك، وما هي الصحيح أو ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ أعتقد أكثر المشكلة بالإضافة طبعا اللي ذكرها أستاذ عادل واللي ذكرها أستاذ محمد، عدم معرفتهم بالوقت الزمني الذي يحتاجه مثلا إلغاء الوثيقة، الأوقات الزمنية اللي تحتاجها مثلا لحل الشكوى والمراجعة، يصير في قصور. هذه فعلا من عندنا ومن ممثلين الشركات ممثلين خدمة العملاء أو حتى نقاط البيع في توضيح المدة الزمنية اللي تحتاجها إجراء المعاملة معينة، سواء كانت الغاء سواء كانت تعويض. كم مدة الالغاء المدة الزمنية؟ الالغاء ما يتجاوز مفروض 15 يوم. 15 يوم عمل ولا 15 يوم؟ 15 يوم ايام عادي كالندر. طيب وهذه نقطة. طيب عملية كذلك المطالبات هي 14 يوم ولا لا؟ 14 يوم ما فوق ال 2000 ريال، اقل من 2000 ريال تكون في 5 ايام. صح، في 5 ايام. هذه يعني هذه معلومات جيدة حتى نطلع عليها الآن. يعني نجي الآن لعملية أستاذ عادل ما وصلت له من الحملة السعودية المشتركة بين جامعة ملك سعود وشركات التأمين في اللي هي أعرف حقك في تأمينك. هذه الحملة وش أهدافها؟ إيش البرامج اللي راح تقدمها؟ كيف وصولكم للجمهور من خلالها؟ الحقيقة راح تكون على عدة يعني وسائل وطرق ومحاور، يعني راح يستهدف أكيد لقاءات تلفزيونية، ورش عمل في الجامعات، راح يكون في ورش عمل في غرف تجارية،
حتى جمعية أطفال مع وقي راح يكون فيها ورشة عمل. جميل. أيضا راح تكون فيه عن طريق التواصل الاجتماعي بعض الرسائل راح تكون عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق إقامة معارض في بعض المجمعات التجارية للوصول للجمهور وتعريف الناس أو الاحتكاك بالمجتمع عشان يصير أقرب. يعني الحقيقة شركات التأمين، هذا واحد من الأسئلة اللي دائما يسمونها frequent questions، اللي هي وين أنتم شركات التأمين؟ وين موجودين؟ وين مكاتبكم أصلا؟ وطبعا هو هذا طبيعي السؤال. يعني يمكن هذه فكرة الحملة الآن، أن تقول لك لا أنا أقرب التأمين للمجتمع، عشان كذا راح يسوون معارض في بعض المولات أو الأسواق التجارية. جميل. يعني احتكاك يكون بالجمهور أكثر، ويعرفون الناس أن في فعلا تأمين وفي شركات تأمين موجودة. يعني محاولة تقريب الحقيقة أنا أعتبرها. راح يكون فيه الحقيقة عدة رسائل توعوية للجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، راح تنطلق إن شاء الله بدأ من الأسبوع هذا يعني. جميل. ومثل ما قلت لك أيضا، مثل ما قلت لك ورش عمل، ندوات راح تكون متعددة، بعضها يعني أكاديمي في الجامعات وبعضها في الغرف التجارية للمهتمين بالتأمين. جميل. أنا عجبتني هذه الفكرة بحيث أنه يكون الكل في تخصص. نعم. جيد. أستاذ محمد، من الأسباب من أسباب عزوف المواطنين والمقيمين عن التأمين، أنا الآن أذكر لك يعني هذا الرأي، من الأسباب بأنه الوثيقة سنوية والدفع مبلغ قوي، يعني نتكلم عن 1000 إلى 1200 ريال تقريبا. هذا ضد الغير، وإذا كانت السيارة صغيرة وما إلى ذلك تبدأ من 1000 ريال، ولا أنا غلطان؟ تقريبا. لا الحين بدأت مع الخصم، خلنا من الخصم نجي الخصم هذا الخصم أنا عشان أتكلم عنه. لا أنا بجي الخصم هذا مهم والله. وهذه ترى على فكرة من أبرز الثمرات اللي قدمتها مؤسسة الخصم. صحيح. هذا يعني إحنا نشكركم عليه. صحيح. 3 سنوات بدون مطالبات كم الخصم يوصل إلى 30%. 30%، سنتين 20%، وسنة 10%. هذا رائع صراحة. يعني كل ما كان الشخص سجل نظيف أنا من الحوادث والمطالبات، كل ما كان الخصم أعلى. بس الآن نتكلم عن هذا الرأي. يقول الرأي بأنه سنة تكلفتها عالية جدا علي، 1200 ريال تقريبا أنا أدفعها، خاصة أن في طلاب جامعات وما إلى ذلك، يعني يحتاج أنه 1200 يراها مكافأة ونص. خلنا نتكلم عنها بنظرة طالب الجامعة بصراحة. يقول أنا أدفع مكافأة ونص مبلغ عالي. شخص آخر يقول أنا راتبي 4000 على سبيل المثال، والحمد لله ماشي الأمور، ولكن 1200 راح تهز الميزانية عندي للشهر كامل، ليش ما تصير شهري؟ وش الأسباب؟ وش الأسباب اللي تمنع؟ والله ما جرت العادة أنها تكون شهري. يعني يعني عادة إذا بتسويها شهري بتتعب شركات التأمين طبعاً، بتتعب الشخص، إجراءاتها إجراءات طويلة أكثر جداً، تعقيد. صحيح. طب أنا بعطيك مثال في بعض في دولة قبل المثال سن. بس عندي ملاحظة، إحنا الألف ريال هذه أو أنت تقول سعرها تكلفتها عالية كمبلغ دفعة أولى. نعم. إيه أنا بس لما نشوف الفائدة المرجوة منها وقيمة التغطية الإجمالية، لا هي رائعة. أنا ترى ما أتكلم بأنه المبلغ عالي، لا لا لا، أنا أتكلم بأنه المبلغ عالي كدفعة واحدة. على لو جزء على اللي ما عنده يعني. مثل فاتورة الجوال. نعم. يعني فاتورة الجوال لو الشخص يحسبها هو يدفع مثلا 200-300 ريال في الشهر، إذا حسبها في نهاية السنة 3600-4000 ريال. كلام صحيح. تقول أدفع 4000، يقول لا. صحيح. ليه؟ يخاف. يقول لك هذه دفعة واحدة مكلفة. صحيح. ففي بعض التجارب أنه تكون الوثيقة سنة، وهذه أنا طلعت عليها بنفسي واستخدمتها حتى، بس مش في السعودية، سنة كاملة الوثيقة تكون تغطي سنة، ولكن تستطيع أنك أنت تدفع بشكل شهري مجزأ. هل هذه الطريقة ممكن تكون أبسط؟ هي بالتأكيد هذه أيسر للجمهور يعني، بس الحقيقة يبغى لها إجراءات يعني. قد تكون زعل علي استاذ محمد. لا 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 بالعكس. لا لا ما فيها شيء يعني كفكره. انا والله نحن نحقق يعني كل شيء يناسب الشريحه او افراد المجتمع الحاجه، يعني الحاجات متفاوته بينهم. صح. مثل ما تفضلت مقدره الشخص هذا تختلف عن مقدره الشخص الثاني، لكن باذن الله يوم يعني وين كان التامين وين صار التامين الان تتغير كثير. انا اكون صريحين. استاذ عبد الرحمن، وش رايك في هذه الفكره انه يكون الدفع شهري بدل ما يكون الدفع سنوي؟ طبعا الدفع الشهري بالنسبة لوثيقة ضد الغير كتكلفة إدارية في تحصيل المبلغ بشكل شهري مكلفة جدا على الشركات وغير مجدية. لو تقول الفكرة هذه مثلا على الشامل ممكن أتقبلها كشركة، لأن عادة يكون المبلغ هل هي مطبقة على الشامل أستاذ عبد الرحمن ولا لا؟ في الوقت الحالي في ممكن بعض الشركات يكون عندها اتفاقيات مع جهات تمويلية، بنوك تعطي بطاقات ائتمانية
بحيث أنه يكون الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية نفسها ويكون السداد لجهة التمويل بشكل شهري. هذا ممكن حل يكون لبعض المستهلكين اللي يشوفون مثلا مبلغ الطرف الثالث غالي جدا أو حتى على الشامل. لكن احنا نجي نتكلم عن تغطية الطرف الثالث 1100-1200 لا قدر الله ممكن يعني من اليوم الأول حتى يمكن تدفع من اليوم الأول أنت مغطى ضد الغير إلى مبلغ تقريبا 3 مليون ريال. فهذا تغطية ما يعطيك إياها يعني حتى لو الشخص استخسر في المبلغ هذا لو حصل له مطالبة أو التزامات ضد الطرف الثاني مبالغ كبيرة يقول ليتني والله دافع 1200 هذه من البداية هو ولا تكلفت هالتكاليف. لا هو احنا ما احنا ضد الألف أو 1200 أنا ما أناقش هذه النقطة ولكن أنا يعني أناقش نقطة طريقة الدفع لأنه بعض الأحيان يقول لك طريقة الدفع صعبة شوي وبالذات للشرائح اللي أنا ذكرتها مثل الطلاب يعني يتكلم عن أنها مكافأة أو نصف ما إلى هو شوف يعني هو المشكلة فيها أنك أنت من اليوم الأول أنت ملتزم كشركة تأمين بالتغطية كاملة اللي توصل 10 مليون ريال فأنت ما تقدر تقسم المبلغ في مقابل تغطية كاملة يعني تتأخذ يمكن 8% من المبلغ في أول شهر مقابل 100% من الخطر يعني شوي صعبة يعني إلا إذا اتفاق مع شركات معينة أو جهات معينة ممكن بس العموم بتكون صعبة إداريا يعني. أستاذ عبد الرحمن يعني سؤال مهم جدا يتبادر لأذهان الكثيرين فيما يتعلق بالتوعية ما راح أقول ضد شركات التأمين لا راح أقول التوعية أو رفع ثقافة الوعي التأميني إذا كنا نقدر نسميه بهذه التسمية. وش أبرز طريقة أو أبرز الوسائل اللي ممكن أن فعلا المجتمع يتأثر فيها ويطلع عليها لأنه أنا متأكد أنه الدليل مشكورين مؤسسة النقد لكن والله ما حد فتحها إلا يمكن 1% خلنا نكون صريحين. أنا أخذت حق البنك مرة بقرأه ما قرأت طويل مرة صراحة. طيب أستاذ عبد الرحمن ها أعتقد أن أفضل طريقة الحين نوصل للجمهور ونثقفهم يكون عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي بمواد سمعية ومرئية تبسط لهم وتلخص لهم كل الاحتياجات هذه سواء منا احنا كدورنا كشركات تأمين احنا دورنا أساسي في عملية التوعية حتى لو كانت احنا الخصم يمكن نشوفنا المستهلك احنا الخصم قدامهم لكن احنا خلنا نسميكم الطرف الثاني ما لا نسمي خصومات خلنا نقول الطرف الثاني او الطرف المقابل من المعادلة. احنا طرفنا اصيل في عملية التوعية هذه مسؤوليتنا كبيرة حتى من ناحية يعني مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع انه لازم يعرف حقوقه لازم يعرف وش الواجبات اللي عليه ولازم يعرف هالتغطية وجدول التغطية المبلغ اللي دفعه هذا كيف يقدر يستفيد منه تغطية احتياجاته تغطية ممتلكاته حفظ ماله يعني التأمين أشمل وأعم طبعا من أن تأمين مركبات يعني التأمين كثقافة التأمين ممكن صح. يوفر عليك أشياء كثيرة مقابل مبالغ في الأخير لا تذكر يعني مقابل صح. التغطيات والمنافع اللي ممكن يستفيد منها الفرد. طيب مشاهدينا يعني اسمحوا لي أرحب بالأستاذ إبراهيم المعطش مدير نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود حياك الله أستاذ إبراهيم. يا هلا حياك الله اخوي. يا اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. نتكلم اليوم عن مبادره نشكركم عليها في جامعه الملك سعود وطبعا كانت المبادره من خلال نادي المسؤوليه الاجتماعيه. كلمنا عن هذه المبادره اعرف حقك في تامينك. اول شيء نقدم الشكر لمؤسسه النقد العربي وبذات الدكتور احمد الخلايفي اللي هو محافظ وسط النقد على يعني تفاعله الكبير مع الحمله وتبنيه ودعمه المباشر لها وتدشينه لها وايضا الاستاذ عادل عيسى اللي صراحه يعني كان في تفاصيل التفاصيل في هذه الحمله. الحمله طبعا تهدف الى شيئين، الشيء الاول اللي هو معرفه الناس حقوقهم في موضوع التامين. طبعا لما سوينا مسح على مجموعه من الطلاب والطالبات اكتشفنا شيء اعمق من موضوع معرفه الحقوق اللي هو ثقافه التامين ما هي موجوده. البعض يعتقد ان ثقافه ان التامين مجرد جبايه اموال من الجيوب او من الناس وانتهى الموضوع يعني يا يصيب يا يخيب مع ان سوى حادث ان احتاج يروح المستشفى فقط هذا اللي يعرفونه الناس ما يعرفون اكثر من هذا الشيء. فإحنا وسعنا دائرة الهدف من هالحملة اللي يعرف حقك في تأمينك إلى برضه غرس بذور ثقافة التأمين لدى عامة الناس وبالذات الأطفال. لذلك الحملة فيها جزء كبير يستهدف يعني الأطفال في تثقيف الناس.
جميل. الفئة المستهدفة هم طلاب وطالبات الجامعة فقط ولا نتكلم عن أفراد المجتمع السعودي ككل؟ لا لا لا، أفراد المجتمع بشكل كامل، حتى جيد. غير الأفراد المجتمع المقيمين حتى يستفيدون من هذا الحملة. احنا نشكركم استاذ ابراهيم، يعني احنا نتمنى حقيقه ان كل الجامعات تحذو حذوكم. ما نبغى الجامعات فقط يعني تقدم العلم والبحث العلمي، لا، نبغى خدمه المجتمع، هذا الضلع الثالث المهم اللي لازم الجامعات السعوديه تقوم فيه حقيقه. فاحنا نشكركم على هذه المبادره، شكرا جزيلا. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. يعني عوده لك استاذ عادل، نتكلم عن اجمل خبر قراه الناس بما يتعلق بالتامين الفتره الماضيه، وهو الخصم اللي صار هذا عن المطالبات. 30% نتكلم إذا خلا، أعطيني المعلومات بشكل عام بحيث طيب. أنه نستطيع نتعامل، وبرضو أبغى معلومة مهمة في الشركة اللي ترفض تعطي الخصم للشخص. طيب، حقيقة اللي حدث هو كان في رغبة مشتركة ما بين شركات تأمين، كلام من يمكن فترة من سنتين تقريبا، إحنا كان فيه يعني محاولة الوصول إلى حل لتمييز السائق الجيد واللي ما عنده مطالبات عن السائق السيء. والحقيقة بعد دراسة مع الجهات المشرعة اللي هي مصنع الدعم السعودي، تم إصدار هذا التعميم في ديسمبر الماضي في 2016. وطبعا التعميم طويل جدا، بس اللي يهم الجمهور هو جزء بسيط، يعني هو يتكلم عن أشياء كثيرة، وحدد فترة إعطاء الخصم بحد أقصى الأول من أبريل 2017 اللي هو الأسبوع الماضي، يوم السبت الماضي، السبت الماضي اللي قبله يعني. الحقيقة حدد مؤسسة نقد العرب السعودي عدد سنوات لإعطاء الخصم، وأعطت هي يعني نسب تتراوح يعني سنة واحدة بدون مطالبات تأمينية، مش بدون حوادث، بس أحب أميز هذه. أيوة، هذه ميز لنا إياها، مطالبات وحوادث. نعم، قد يكون الشخص عنده حوادث بس ما سوى مطالبة، ما راح طالب، يكون مخطأ عليه يعني، قد يكون مخطأ عليه أو خطأ بسيط وهو راح دفعه ما جاء لشركة التأمين. فما تحسب هذه مطالبة. جيد، عرفت، فبالتالي هي مطالبات مش حوادث. نعم جيد، فيستحق يستحق خصم. إذا كان سنة واحدة فهو يتراوح حسبة خصم ما بين 10 إلى 15%، وإذا سنتين بدون حوادث بدون مطالبات تأمينية فهو يستحق خصم ما بين 15 إلى 25%، وإذا 3 سنوات فأكثر يستحق خصم ما بين 20 إلى 30%. 20 إلى 30%. نعم، هي نسب تتراوح ومتروكة لشركات التأمين هي تحدد كم تبغى تعطي، عرفت. هي فتح، هي الهدف منها هي فتح مجال المنافسة بين صحيح. شركات التأمين صحيح. وبنفس الوقت تعطي فرصة للجمهور أنه يختار الأرض الأفضل. صح، عرفت. صح. بالإضافة إلى هذا، طبعا هذا زامي على التأمين الزامي اللي هو ضد الغير، بالإضافة إلى هذا حثت شركات التأمين أنها تقدم نفس الخصم على التأمين الشامل، ولكن حتى الآن لم يصلون للتأمين الشامل. ألا في شركات طبقت على التأمين الشامل. على عجالة بس، أنه بقي عندي دقيقة ونص، إيه، إذا رفضت الشركة هذا الخصم قالت لا ما نعطيك الخصم، طبعا حق لازم يروح يشتكي عند مؤسسة النقد العربي السعودي أو يشتكي على الشركة نفسها. وإذا ما أعطوه جواب يروح مؤسسة النقد العربي السعودي يشتكي عليهم. بالإضافة إلى هذا في خصم اسمه خصم الولاء، فإذا هو جدد وثيقته عن نفس الشركة فالشركة مسموح لها أن تعطيه خصم إضافي يصل إلى 10%. يعني لو ما عليه مطالبات 3 سنوات وأكثر وهو عنده نفس الشركة ممكن يوصل 40%. ممكن يوصل 40%، هذا حد الأقصى. زين أستاذ محمد، وش تعليقك على هذا الخصم اللي يعني هذا الخبر الأهم حقيقة من الأسبوع؟ والله هذا أيضا له دور في تثقيف المجتمع صح. بالتأمين صح. طبعا احنا بس أنا أحب أبين يعني هو الأسعار تتراوح بين الشركات، في ناس ارتفعت وفي ناس انخفضت، فالمفروض الجمهور ما يقول والله رحت شركة ولقيتها مرتفعة وخلاص وسكت ولا أخذ تأمين، لا، في شركات انخفضت ممكن تدور في منافسة. نعم، في منافسة. نعم. جميل أستاذ عبد الرحمن، نفس التعليق لك في 30 ثانية، الله يسعدك. الخبر اللي هو 10% سنة، 20 30، حتى تصل 3 سنوات مع 10% الولاء، تعليقك عليه. هذا أقل تكريم للسائق الجيد. جميل. متى ما كانت سياقياتك جيدة بدون حوادث، أقل تكريم نقدمه لك هالخصومات، اللي أكيد أنك تكون مكافأة على قيادتك الجيدة. وحنا كلنا في السعودية نعاني من تهور ومن القيادة السيئة، فأعتقد حافز مثل هذا إن شاء الله يحفز الجميع أنه على الأقل لو يقدر يحصل التخفيض من شركات التأمين بقيادته الجيدة.
جيد. وبرضو عقبال بإذن الواحد الأحد ما يصير كذلك ربط وثيقة التأمين وخصمها بالمخالفات المرورية بالذات اللي يتعلق بالسرعة والوقوف الخطأ، لأن إذا أنت واقف خطأ هو أكيد أنه فيه بس مش الآن. يلا قريب نشوف. نعم إن شاء الله نشوفه. نبي نوصل 50% إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيكم العافية طبعاً على الأمر. هيوصل أكثر. يا رب يا رب. أبدا تتوقعني بقول لا أنا كلنا نبي الخصم. إن شاء الله. الشركات تتمنى تتمنى أن يصل الخصم من 50% وأكثر. حافظ على عميل سجله خالي من الحوادث. لا والحقيقة الهدف الأسمى بس أنا أكمل. هو الهدف الأسمى ترى هو تقليل الحوادث، هذا الهدف الأهم وبإذن الله أن نعم تقليل الحوادث، تقليل الهدر في الأرواح والممتلكات والإصابات والإعاقات اللي السعودية تعتبر من أول من أعلى الدول العالم في الأشياء. أنا أشكرك أستاذ عادل، الشكر موصول لك أستاذ محمد، وكذلك الشكر موصول لضيفنا من الدمام أستاذ عبد الرحمن، شكرا جزيلا ويعطيك العافية. مشاهدينا طبعا مشاهدينا وصلنا لنهاية قضيتنا لهذا اليوم، إلى صوت المواطن ومعاناة مرضى الفشل الكلوي بعد التقليل. مرض الفشل الكلوي، شريحة من المجتمع ابتليت بهذا المرض مما دفعهم إلى عملية الغسيل الكلوي بصورة مستمرة ومنتظمة جراء توقف الكليتين عن عملهما بصورة جزئية أو نهائية. ومع ذلك يعد الغسيل الكلوي في حد ذاته منجاة لهم بغض النظر مما يواجهون من معاناة لا تتوقف، ويعتبر من الأمراض الشائعة قديماً وما زالت موجودة حديثاً، وقد بيّنت الإحصائيات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بهذا الداء، والتي جعلت البعض يتساءل لماذا مرض الفشل الكلوي في ازدياد مستمر؟ وكشف الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بأن عدد المرضى الجدد المصابين بالفشل الكلوي النهائي في عام 2016 بلغ 4551 مريضاً، أي بمعدل حدوث للفشل الكلوي النهائي المعالج بما يعادل 147 حالة لكل مليون نسمة سنوياً. وتشير الإحصائيات الأخيرة أن عدد المصابين بالفشل الكلوي إجمالياً في المملكة إلى 16,000 مصاب تقريباً، 6,000 منهم على قوائم الانتظار تبرع لهم بكلية. وينصح الأطباء بأخذ جانب الاهتمام والوقاية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتبني نمط حياة سليمة لتجنب الأمراض المسببة للفشل الكلوي. استديو الإخبارية، ياسمين الصوفان، الرياض. طبعا مشاهدينا الاعزاء، للتعليق على هذا الموضوع يعني يسرني حقيقه ان نرحب باحد النبلاء المتبرعين، يعني هو احد المتبرعين بكليته واحد النبلاء، انا ذكرت له تحت الهواء انه حقيقه هذه الطريقه الامثل لتقديم هذا الرجل. الاستاذ عبد الكريم العقيل حياك الله. طيب يعني يبدو ان الصوت عندك مش واضح، خلينا على بال ما يصلحون الشباب خلينا نتكلم مع سفيره مرضى الكلى غاليه الحازمي. أستاذة غالية مساء الخير. ألو. يا هلا وسهلا. هلا والله. حياك الله أستاذة غالية، يعني أنت سفيرة مرضى الكلى ولك تجربة، يعني ودنا نسمعها على الهواء. مرحبا، مساء لكم بالخير. أنا مريضة فشل كلوي، استمت من وضعي الصحي أني أسوي للمرضى شيء، فأنا حاليا سفيرة مرضى الكلى. في حسابي في تويتر أدبر للناس متبرعين، أفرحهم، أنقل تجربة بصورة واضحة، أثقف الناس تجاه المرض، أوعي الناس بموضوع التبرع إنه عمل إنساني ويقدر من خلال الشخص يعيش بسلام يعني وأمان، سواء المتبرع أو المريض. طيب يعني أخت غالية، السؤال الأهم يعني فيما يتعلق بتجاربكم أنتم في مرضى الكلى، يعني التجارب أكيد أنها تطرح العديد من الإشكالات والتساؤلات، إيش الإشكالات اللي واجهتكم؟ أهم إشكالية عندنا أنه إحنا نكون مرضى الغسيل خصوصا
احنا الفرد الناقص في العائلة، سواء في الاجتماعات العائلية في الأعياد دائما احنا الفرد الناقص في العائلة. في الإشكالية الثانية عد نقص التوفر المتبرعين، نقص كبير بصورة يعني نقعد سنين على المرض، نقعد سنين على الأجهزة واحنا يعني صغار في العمر فيضيع عمرنا تحت رهن هذه الأجهزة. طيب الله طبعا احنا نتمنى دائما وندعو دائما بالشفاء العاجل لكم جميعا. اخت غالي احنا نشكرك الشكر الجزيل على ما تقومين به في ارض الواقع وعلى مشاركتك برضو معنا اليوم فيعطيك العافيه. اعود لك اخوي عبد الكريم، يعني نتكلم عن تجربتك، انت ذكرت بانه خضت التجربه اكثر من مره. نعم. من 2009 بدات. من 2009 هي بدايتها طبعا، من 2009 قبل حدوث وسائل التواصل الاجتماعي والنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تصفح عن طريق الجريده. فلفت انتباه الإعلان عن تبرع الكلاب نفس الفصيلة، فكانت هي بداية التجربة وبداية الدخول في النية بالتبرع. جميل، وإيش صار في هذه التجربة؟ التجربة مشينا بخطوات كلها كاملة، ولكن سبحان الله ما حصل نصيب، يعني ما ندري إلا الآن ما عجزت لا أعرف الصراحة وش السبب الرفض. قبل العملية، قبل تحديد العملية رفضوا، قالوا خلاص ما في موعد عملية وإن شاء الله خير بغيره. جربت التجربة الثانية عام 2014، كان سبب الرفض اللي هي فصيلة الدم، نتيجة فصيلة الدم مختلفة، أنسجة غير مطابقة، الأشياء هذه. نهاية 2015 تقريبا شفت إعلان عن طريق تويتر عن طريق حساب سفير مرضى الفشل الكلوي اللي هم مطالبين بتبرع بنصف فصيلتي أي بموجب. جيد. فأنا بديت استعدادي للشيء هذا. بدينا بالتنسيق جميل. الحمد لله مع مستشفى الملك فيصل التخصص مشكور، يعني ساعدنا بسرعة التحاليل والأشياء هذه، خلصنا العملية والتحاليل كلها كملت 9 شهور. وبعد كذا أقدمت على الخطوة هذه مع انتهاء العملية، يعني بدينا بالخطوة، بدينا بالإجراءات الأولية، تطابقت الأنسجة، تطابقت الفصيلة، بعدها مشينا بالإجراءات اللي هي إجراءات الفحص، فحص باقي الأمور، الشرايين، أي كلى يختارون، الأشياء هذه، لين ما بدأت العملية الحمد لله ب 1/9 ميلادي عام 2015. لا 2016. 2016. كانت هي بداية. كيف كان شعورك بعد العملية؟ والله كان شعور تجربة، كل واحد من عندنا خاض عدة تجارب منها فشلت منها نجحت، ولكن هذه التجربة هذه كانت أسعد نتيجة لي وكانت من الأفضل. أنت ذكرت لي إنه في مطالبات من مرضى الفشل الكلوي وكذلك من المتبرعين بالكلى، اذكر لي إياها على الهواء. طبعا مرضى الفشل الكلوي يعانون معاناة من الذهاب بشكل الى المستشفى بين يوم ويوم عندهم الغسيل الدموي. احنا نطالب من وزارة العمل والتنمية بدمجهم مع مزايا احتياجات الخاصة، بدمجهم مع سوق العمل، بحسبهم مع نطاقات تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص بحيث انها تكون لهم مزايا للشيء هذا، منحهم سواقين خاصين مع دفع تكاليفهم مثل ما يدفع للاحتياجات الخاصة بالشيء هذا. هذا الشيء هذا كل اللي ذكرته مش موجود، هو الموجود الآن يعطونهم التأشيرة فقط. أما استخدام السائق وتكاليفه والأشياء هذه غير موجودة بالعمل، ما فيها غير موجود الشيء هذا بالمزايا. هذا الحين اللي نطالب فيه بضم اللي هم مرضى الفشل الكلوي بحيث أنهم يدخلون مع النسيج الاجتماعي. طيب رسالة للأشخاص اللي ينوون التبرع، يعني أنت تشجعهم خاصة أنك أنت خضت التجربة وشفت ناس يخضون التجربة معك، وخضت التجربة 3 مرات، هي الثالثة الثابتة. الثالثة هي كانت ثابتة. نعم. طيب رسالة توجهها في 30 ثانية. الصراحة اللي عنده الفرصة أن يتقدم للشيء هذا أنا أنصح بقوة، الحمد لله لا يعاني من أي مشاكل بعد العملية، من أي تبعات من بعد العملية، من أي نقص من الجسم نهائيا، ولكن شيء ناقص فيه الشعور اللي هو عايش فيه أن أنقذ حياة إنسان هذا يعيش معه مدى الحياة، شعور لا يوصف. وأنا أنصح فيه الصراحة أي واحد عنده فرصة بالشيء هذا يتقدم للمستشفى أو مركز السعودي لزراعة الأعضاء. ولا فيه أي إشكالية صارت لك بعد العملية؟ الحمد لله إلى الآن 9 شهور، حتى بعد العملية ب20 يوم قدت مسيرة دراجة اليوم الوطني، وكانت الحمد لله مشيت 17 كيلو يعني، وكانت ولا حصل أي خلل الحمد لله. أنا أشكرك الشكر الجزيل على ما قدمت، والمجتمع كله يشكرك، ونشكرك كذلك شكر خاص على يعني جيتك عندنا اليوم، وهذا حق ودنا نخدمها بعيوننا. الله يعطيك العافية، أنت اللي سويته كثير، فشكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية جولتنا وحلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم غدا بمشيئة الله عز وجل في تمام الساعة 6. كونوا على الموعد، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.